أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف. نعم، يعني الأسماء ما تضبطها، يعني حيسمى الإنسان لحرفة امتهنها، فيقال له مثلا الحداد، أو يقال له النجار، أو يقال له السماك لحرفة امتهنها، وأحيانا قد يكون اسما، وأحيانا ينسب إلى بلد، يقال له فلان الكويتي، فلان الكوفي، فلان البغدادي، وأحيانا ينسب إلى قرية من القرى، التدمري، فلان مثلا الفدكي، مثلا ينسب إلى فدك، إلى قرية، وأحيانا ينسب إلى أسرة، وأحيانا ينسب إلى القبيلة، وأحيانا ينسب إلى أخواله. فهذه كلها أشياء يجب على الطالب أن يعرفها حتى لا يلتبس عليه الأمر ولا يدخل شخصا في ترجمة شخص آخر. نعم. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه. يعني الحين مثل خالد الحذاء، خالد الحذاء كان يسمى الحذاء ولم يكن حذاء، لكن كان يجلس عند الحذائين، مكان جلوسه في السوق أو في المكان هذا قرب الحذائين، فسمي خالد الحذاء. يعني ليس بالضرر أنه يمارس هذه المهنة، ليس بالضرر أن يمارس هذه المهنة، لكن خلاص أطلقت عليه، أطلقت عليه، لكن ليس بالضرر أن هذه مهنته، فلازم أنت تعرف أن هذه مهنته أو أنه يعني أطلقت عليه هكذا. نعم.